كيكات طبقات ولا لي كوش جاتو بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة أكيد. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات أم العربي. اليوم غادي نصيب واحد الكيكة، هي سميتها كيكة الطبقات ولا كيسميوها كوش جاتو. هاد الكيكة غنحتاجو ليها 8 ديال البيضات مع 2 كيسان العنبة ديال السنيدة، السكر الخشن، غنحتاجو كاس ونص عنبة ديال الزيت، غنحتاجو 4 الكيسان عنبة ديال الدقيق الفورص الدقيق الأبيض، ونحتاجو 1 كيس خميرة و1 كيس سكر فاني. التزيين غنحتاجو هاد الحشوة واللي هي كاس د العنبة سنيدة مع 2 كيس ديال الكاكاو، ولا نديرو 2 معالق الكاكاو اللي عندهم العبار، كنخلطوهم بحال هكا كيولي عندنا هاد المزيج بحال هكا. كناخد الاناء اللي غنطرب فيه ونخلط فيه الكيكه، غندير فيه هذوك 8 ديال البيضات، وغادي نزيد عليه سكر سنيده، ملي درت سنيده غنزيد عليها قبصه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، وغادي نديرها تخلط في الخلاط. بالنسبه انا كنخلط في هذا الخلاط، اللي ما عندوش يدير غير الباتور الطراب الكهربائي العادي ديال اليد، واللي ما عندوش ديال الطراب الكهربائي ديال اليد يدير غير الفوي عاديه ديال اليدويه. انا غادي نديرهم يتخلطوا حتى يتخلط لنا البيض والسكر. مني تخلط لينا البيض مع السكر، دابا غنضيف الزيت، وغادي نزيد مع داك الكيس ديال السكر فاني، وغادي نخلط مره اخرى. الخليط ديالنا ديال الكيكه ها هو تخلط مزيان، دابا غادي نضيفو الدقيق. دابا غنضيف هذوك 4 الكيسان ديال الدقيق عنبه، غادي نضيف ونضيف عليه هذاك الكيس ديال خميره الحلوى، ودا غنخلط غير عادي بالفوي ديال اليد عادي. خليط الكيك ديالنا ها هو ولا واجد، كيولي بحال هكايا، وهذا هو القوام ديال الكيك بحال الكيكه عاديه، يعني 4 الكيسان ديال الدقيق كافيه ديال العنبه. الكيكه ديالنا هي مني وجدتها ولا بحال هكايا. دابا غادي ناخذ مول، انايا عملته مستطيل الشكل بحال هكا، ممكن تعملوه داير اولا مربع.
غادي ناخد دابا الكيك وغادي ناخد قياس غير مغيرفة. غناخد قياس ديال المغرفة صغيرة بحال هكايا ونشوف على قياس المول اللي عندي. انا هنا مغرفة ما غتكفيش، غندير جوج مغارف وغادي نبسطو وغنبسطها على الكيك على هاد الطاوة عفوا. نبسطها مزيان وغادي ندخلها للفران طيب. الفران نكون مسخناه من قبل وغادي نطفي الفوق الجهه الفوقانيه ونخلي غير لتحت ونرميها طيب. راه ما كتاخذش معنا اكثر من 5 دقائق دغيا كطيب. الكيكه ديالنا ملي خرجتها من الفران هي كتاخد معايا 5 دقائق. هذيك الكوش الاولى هي راه طايبه كتجي بحال جنواز وهي رقيقه. دابا غادي ندردر عليها، غناخد معلقه من هذيك الحشوه اللي ذكرت من قبيله وغادي ندير هكايا بحال الفوق منها. نحاول نوزعها على هذا الوجه ديال الكيكه كامل. وغادي نزيد دابا فوق منها القياس ديال عاوتاني جوج مغيرفات بحال قبيله صافي. وغادي نوزعو فوق منها دابا انا زدت هاد الكوش الثانيه. غادي ندخلها دابا للفران ولكن هاد المره الفران ما يكونش شاعل من التحت، يعني تكون شاعله غير الشوايه، يعني غير الجهه الفوقانيه اللي على فوق الكيك. وعاوتاني نخليوها طيب، راه ما غتاخذش الوقت 5 دقائق. وعاوتاني غنعاودو نخرجوها ونديرو معلقه من هذيك الحشوه اللي هي السكر سنيده والقرفه وواحد جوج مغيرفات اخرين من الكيك، ونبقى على هذه الطريقه حتى نسالي كل الطبقات اللي عندي. الطبقه الثانيه مني طابت ثاني كتجي بحال هكا. غادي ندير عاوتاني رش طبقه واحد المعلقه اخرى ديال الكاكاو والشوكولات والسكر. وغادي نزيد طبقه اخرى ديال العجين بحال قبيله. غتولي عندنا دابا هذه الطبقه الثالثه. صافي وغادي نوزعها على الكيكه مره اخرى. هاد الكيكه واخا فيها شويه ديال الخدمه ولكن راها كتجي زوينه ولذيذه. ومنها نغيروا على الكيك العادي هكا كنبدلو في الكيكات وفي الاشكال. دابا غادي ندخلها للفرن تاني، وغير الفران ديما غير من الفوق، يعني غير الجهه الفوقانيه شاعله عليها وما غتفوتش تاني 5 دقائق. ونخرجوها ونكمل الطبقات كامل. هنايا درت الطبقه الاخيره ديال الكيك ومن فوقها ما غاديش ندير هذيك الطبقه ديال السكر والكاكاو، يعني غتبقى غير بحال هكايا. وغادي ندخلها للفران حتى هي لمده 5 دقائق ونخرجوها باش نزينوها بلا صوص الشوكولا اللي غنوجدو مع بعضياتنا. من بعد مقادير الكيكه غندوزو لمقادير التزيين او الصلصه اللي غنزوقو بها الكيك، وهي عباره عن قطع من الشوكولات. انا هنا استعملت 15 قطعه
واحد كيس سكر فانيلا، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة والسكر الخشن، روح الكراميل، واحد ياغورت بأي نكهة كتبغيو، وربع كاس ديال الماء. مني غتخرج الكيكة من الفران غادي نزينها بهاد لاصوص وغادي نحضروها مع بعضياتنا. في حمام مائي غادي ندير الشوكولاتي دوب. مني دابت الشوكولاته في حمام مائي غادي نضيف هذاك السكر الفاني وغادي نزيد عليهم هذوك جوج معالق ديال السكر السنيده وهذاك الربع كاس ديال الماء. وغادي نحركهم مزيان. يدوب كلشي. مني غتخويو الماء على الشوكولاط غادي يبدا يتكلل الشوكولاط وغادي يحسب لكم واش خسر لا غير خليه فوق البوطه. ها نتوما كما كتشوفوا ها هي تبدا تقاد لاصوص. هذاك الماء هو اللي تيعطي الشوكولاطه ديك لا بريونس اللي باغيين حنا. دابا غادي نزيد عليه الروح ديال الكراميل. وغادي نحرك مزيان ونخلي هادشي يندمج مع بعضياته. ودائما فوق حمام مائي. مني دابت لينا لاصوص والشوكولاته انسجمت هذيك لاصوص، هانتوما كيف ما كتشوفوا انا حيدتها دابا من حمام مائي وطفيت البوطه وغنحطها. ودابا غادي نزيد هذاك الياغورت اللي ذكرت باي نسمه بغيتو. وغادي نخلطهم مزيان. دابا غادي نحصلوا على واحد الصوص زوينه. ممكن السيدات يعوضوا هاد الياغورت بلا كريم فريش قشده طريه. ودابا ولات عندنا لاصوص مقاده، نبقى نخلط حتى ينسجم كلشي. ولاصوص ها هي جاهزه باش نزينوا بها الكيك ديالنا من الفوق. الكيكه ديالنا ها هي ملي خرجتها من الفران وطابت كتجي بحال هكا. انا غنقلبها فوق شي شبكه وغنزوقوها بلاصوص. الكيكه ديالنا ها هي قلبتها فوق واحد الشبكه وفرشت ليها بابيي من التحت. ولا نتوما فرشوا شي صينيه ولا شي حاجه وغادي نسقيها بلاصوص باش لا طاحت لينا لاصوص طيح فوق هذا البابيي. باش نوزع هاد لاصوص على الكيكه كامله كنجي من هنا الوسط وكنبدا ندير غير بحال هكايا من الوسط للجناب باش هي توزع لينا على كل شيء. انا بغيتها تنزل ليا بالجناب باش تغطى ليا الكيكه كامله. بغيت ما تبقى ليا حتى فراغ باش الكيكه تغطى كامله بهاد لاصوص. وهذه فكره ديال الصوص نزوقو بها نغلفو بها اي شوكولاته بغينا كتجي زوينه وسهله وما فيهاش شي مقادير كثيره. مني كنكمل
كناخذ هاد الشبكه هاد الكيكه وكنبقى نضرب بحال هكا باش الفائض ديال الشوكولاطه يهبط ليا وتجي كلها الطبقه متساويه بحال هكايا. وكل سيده تزوق بغات تخليوها بحال هكا نخليوها، بغيتو نزيدو عليها واحد ديتوش صغيره غناخذ هاد اللوز افيلي وغادي ندير كي الوريضات هنا في الجناب. وكل سيده تزوقها كيف ما بغات، عندها الاختيار وكل وحده على حساب الذوق ديالها. انا غادي ندير حتى الجناب. ما حمرتش اللوز افيلي، اللي بغات تحمرو تحمرو غير باش يفتح لي اللون ديال الشوكولاط. الكيكه ديالنا ملي زينتها كتولي بحال هكا. دابا غادي ندخلها الثلاجه تبرد وغادي نقدموها باش نقطعها مع بعضياتنا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش داير. الكيكه ديالنا ها هي واجده، حنا غنقطعوها دابا باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي. غنحاول انا نقطعها مغصوات. دائما منديل في يديا ونمسح به الموس باش ما تخسرش لينا الكيك، لاننا انا زربت عليها دابا باقا ما برداتش مزيان، غير باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. نحاول نقطعها مستطيلات دائما نمسح. انا غير بغيتكم تشوفوها لان بزاف الاخوات كيقولوا لي ملي كطيبي شي كيكه ما كتوريناش كيفاش كتجي من ها هي كي كتجي والطبقات كيجيو باينين. يعني انا هنا درت واحد جوج ثلاثه اربعه طبقات، ممكن الا درتو مول صغير يجيو حتى سته طبقات وتجي عاليه وباينه اكثر. ها هي الطبقة ديال الكيك وكتجي طيبة. ها هي الطبقة ديال الكيك والطبقة ديال هذاك السكر والكاكاو كتجي مفروقة راسها، والمذاق ديالها كيجي بحال ميروندينا اللي كنشريو من المحلات. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ملي كطيب وكنقدموها كتجي بحال هكا. كل واحد يقسمها على القياس اللي بغا، انا بغيت نقسمها بحال هكايا مستطيلات. ممكن ديروها مربعات. نتمنى تجربوها وتعجبكم. اللي عجباتها الوصفه تعمل جيم للفيديو، وما تنساوش تابوناو بلاشين ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، وبارطاجيو الوصفات مع الاصدقاء ديالكم هكا تعم استفاده للكل. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى بحول الله.